بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 40. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قد فرغنا من الكلام في معنى الآيات وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إلى قوله تعالى: وكان الله شاكرا عليما. والآن نريد أن نأخذ منها ما يتبين لنا من فوائد وأحكام، فنقول: وبالله التوفيق. يؤخذ من هذه الآيات تحريم موالاة الكفار بالمحبة لهم والنصرة لهم واتخاذهم أصدقاء ومظاهرتهم على المسلمين، فإن هذه موالاة تقتضي الكفر، كما قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وموالاة الكفار تتفاوت، بعضها أشد من بعض. وفي هذه الآية النهي عن موالاتهم عموما: لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، بأي نوع من الولاية. والولاية أصلها المحبة في القلب، ويترتب عليها مناصرتهم و مظاهرتهم على المسلمين، غير ذلك من فروع الموالاة بالقلب. فالمسلم منهي عن موالاة الكفار، ومأمور بالبراءة منهم ومن دينهم، البراءة منهم ومن دينهم. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. فيجب بغض الكفار وبغض دينهم. كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله، فتبرأ منهم ومن دينهم. وفيها وجوب موالاة المؤمنين، ولهذا قال: من دون المؤمنين. فلا يستبدل المؤمن موالاة الكفار بموالاة المؤمنين، الواجب العكس، أن يستبدل موالاة المؤمنين بموالاة الكفار. فالمؤمنون كما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فالواجب على المؤمن أن يوالي إخوانه المؤمنين بالمحبة وبالمناصرة وبالإعانة والمظاهرة على أعدائهم من الكفار، يكون في صف المسلمين، ولا يكون كالمنافقين الذين تارة يكونون مع الكفار وتارة يكونون مع المؤمنين، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وفي الحديث: تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذه صفة أهل النفاق. ففي هذا رد على من أشغلوا الناس بالكتابات في الصحف والمجلات وغيرها في جحد هذا الأصل، وهو باب الولاء والبراء في العقيدة، ويريدون حذفه من المناهج، ويريدون إزالة الفوارق بين المؤمنين والكفار، ويسمون ذلك بغض الآخر أو كراهية الآخر. وهذه كلمة مجملة وخبيثة،
كراهية الآخر ليست على إطلاقها. إن كان هذا الآخر مؤمنا بالله ورسوله فهو أخونا ولا نكرهه، أما إن كان عدوا لله ورسوله نحن نعاديه ونكرهه بموجب نصوص الكتاب والسنة. وهذا من حقوق التوحيد، حقوق الإسلام، وهو مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة من الآيات الكثيرة في هذا، ومنها هذه الآيات. بل ربما يبلغ الأمر ببعضهم أن يدعي أن اليهود والنصارى والمؤمنون إخوة، يسميها الأديان الثلاثة، ويقول كل له، كل يختار ما يشاء يهوديا أو نصرانيا أو مسلما، وكلها أديان توصل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من الباطل ومن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين، فإن الله فرق بين اليهود والنصارى وبين المسلمين، وأمر بعداوة اليهود والنصارى. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. فيجب التنبه لهذا الأمر الخطير. ويؤخذ من هذه الآيات أن الله لا يعذب أحدا إلا بسبب كفره وذنوبه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي ليس لله حاجة أن يعذبكم إذا لم يكن عندكم سبب يقتضي التعذيب. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يظلم أحدا، لأنه لو عذب أحدا بدون سبب من عند العبد لكان ظالما له. والله جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. ويقول جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. قال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. ويؤخذ من هذه الآيات بيان منزلة المنافقين في النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فدل على أن النار دركات بعضها تحت بعض والعياذ بالله، وأن المنافقين في الدرك الأسفل تحت الكفار وعبدة الأوثان والأصنام. لماذا؟ لأنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، فكانوا عدوا داخليا للمسلمين، بخلاف الكفار الأصلاء فإنهم معروفون أنهم أعداء من الأصل، والمسلمون وأيضا الكفار منحازون إلى بعضهم، بخلاف المنافق فإنه يكون في صفوف المسلمين لأجل الخداع والمكر، ويكون طليعة للكفار على عورات المسلمين، فخطره أشد. ولذلك صار في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. والنار دركات وكلها عذاب، لكن بعضها أشد من بعض. ويؤخذ من هذه الآيات أن النفاق أشد من الكفر، لأن الله جعل المنافقين في الدرك الأسفل من النار وفوقهم الكفار، فدل على أن الكفر، على أن النفاق أشد من الكفر والعياذ بالله. فيجب على المسلم أن يحذر من النفاق، وأن يخلص دينه لله، وأن يكون ناصح الظاهر والباطن، ليس عنده غش ولا خديعة. ويؤخذ من هذه الآيات أنه لا أحد يخلص من عذاب الله يوم القيامة. في الدنيا يمكن الإنسان يستعين بقبيلته، يستعين بأخيه، يستعين بأقاربه عندما يقع في شدة، لكن في الآخرة لا أحد يخلصه ولن تجد لهم نصيرا، نسأل الله العافية. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.